السلام عليكم إخواني. البروتينات الطبيعيين هذه التيني والتيني هذاك الدود تشوفوا بيض هو بيض، هذا البروتين ان شاء الله او ما بارك على المهم هنايا. ها هي اكلوا عليها، ها هي ها ان شاء الله. كل فكرة وعلمة وأسبغ على أوليائه نعم العمى
فبعث فيهم رسولا من انفسهم عربا وعجما وازكاهم مخبلا ومنا وارجعهم عقلا وحلما واوفرهم علما وفهما واقواهم يقينا وعزما واشدهم بهم رافه ورحمه ذكاه روحا وجسما وحاشاه علما ورحمه واتاه حكمه وحكما وفتح به اعينا عميا وقلوبا غلفا واذانا صما فامن به وعزره ونصره من جعل له الله في مرنم السعاده اثما وكذب به وصدق عن اياته من كتب له الله الشقاء حتما ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا صل عليه صلاه تسمو وتنمو وتزمى وعلى اله وصحبه وسلم تسليما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين برضوانك يا ارحم الراحمين وبلذه النظر الى وجهك الكريم امين يا رب العالمين معاشر المؤمنين والمؤمنات يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ويقول ربنا جل وعلا أيضا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلى آخر الآيات عباد الله إن العمل الذي يحدث ويجمعني لحضراتكم في هذه الجمعة المباركة في هذا السياق العام والخاص زمانا ومكانا هو كالتالي سنة الابتلاء ماضية إلى يوم القيامة سنة الابتلاء مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن ما يقع اليوم في بلاد المسلمين عموما من تشرم وتفرق واختلاف الرؤى في المقاصد وفي الغايات والوسائل وما يقع اليوم على المسلمين من تكالب وقوة ضد المسلمين هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى واختبار لأهل القلوب المؤمنة والعقول الراقية والأفكار البليغة إنما هو تنبيه على سنة الله تبارك وتعالى يدفع المؤمن لاستكمال ولتأمل حقائق السنن والقوانين والنواميس التي أودعها الله بالوجود ليعتبر من يعتبر ويتدبر من يتدبر وإنما يحدث اليوم في الأراضي المقدسة إنما هو في حقيقته يجلي سنة الله التي تعطي لمن أخذ بالأسباب الانتصار ولمن لم يأخذ بالأسباب الهزيمة إلى أن تأتي المرحلة وإلى أن يأتي الدور ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأنزلناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل عباد الله تلك الأيام نداولها بين الناس كنا أقوياء وكنا قادة فلما تخلينا عن الأسباب أصبحنا في الأذنان ولم نتقدم إلا إذا أخذنا بالأسباب هذه سنة الله في الوجود يرفع من يشاء ويحط من يشاء إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى من الحقائق التي نفقهها ما نشاهده صور وما نشاهده أحداث لكن هذه الأحداث لها أسباب لكن عفوا هذه الأحداث لها أسباب
ولها أمور هي تجليها ثم لها غايات. عباد الله، الله عز وجل كلل في وجود الابتلاء، والابتلاء اختبار، والاختبار امتحان، والامتحان تلقية وتصفية ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركبه جميعا ليجعله في جهنم. الامتحان اختبار، والاختبار ابتلاء، والابتلاء تلقية وتشريب وتهذيب. يقول ربنا تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة. لماذا خلق الله الموت ولماذا خلق الله الحياة؟ للاختبار، للابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن الفتنة تختبر الإنسان، تختبر معدنة، تختبر أصلا، تختبر حقيقة الإيمان في قلبه. ليمتاز الصالح من الطالح، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم ينظر إلى الغاية العظمى، وأيكم يميل بقلبه ويميل بنظره إلى شهوات الدنيا وملذاتها. ولا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، إلى ما متعنا به أزواجا منهم في آية أخرى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله عز وجل يقول في القرآن: قد خلت من قبلكم سنن. قد خلت عباد الله، مضت أمم ومضت سنن. أهلك الله من أهلك، ونصر من نصر، وقد ينصر الله عز وجل الدولة الظالمة ولو كانت كافرة، ولو كانت ظالمة، لأنها تأخذ بالأسباب. هذه سنن الله. قد خلت من قبلكم سنن، نصر الله فيها من نصر، وخذل الله فيها من خذل، إلى أن جاء الدور وجاءت المرحلة. فسيروا في الأرض، فسيروا في الأرض، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال التاريخ: فإن الغالب لا يستمر في غلبته، وإن المغلوب لا يستمر في ضعفه. فيأتي الزمان وستأتي الأيام. قل سيروا في الأرض، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا والذين مضوا، والذين مضوا. أيها الأحبة الكرام، كم أمة كانت قائدة سائلة، لكنها بادت وانتظرت من دخل قومه تعالى. فكلنا أخذنا بذنبه، فكلنا أخذنا بذنبه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، عندها الرزق، عندها الخير، عندها البركة، عندها الاطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، موانع النصر، موانع النصر، فكفرت بأنعم الله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لماذا؟ لما كانوا يصنعون. الهوان والضعف والجوع والخوف والتشرذم بسببنا، بسببنا. فأذاق جميعا، جميعا، لا يستثني احدا. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بعد ان كانت في رغبة من العيش، وبعد ان كانت في اطمئنان، وبعد ان كانت في سعة من الحياة ورفاهية من الرزق. خلق الله ذلك، لأنه عندما يقلب الإنسان حقائق الوجود تنقلب عليه أيضا سنن الله في الوجود. هذا هو الابتلاء، وهذا هو الامتحان. والله عز وجل يخاطبنا فيقول: أحسب الناس، أحسب الناس أجدهم أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإنه من علامات الإيمان الابتلاء، الابتلاء لنا جميعا، لنا جميعا. فإذا أوذي مسلم واحد نتأذى نحن، وإذا ابتلي مسلم واحد نبتلى نحن. مثل المؤمنين في توجههم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أو كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. إذا ابتلي مسلمون في بقعة فإنما نبتلى نحن أيضا بسببهم. وإن الدور قادم، وإن الدور قادم، إذا لم نستيقظ، إذا لم نستيقظ. فإن العدو لا يطمئن إلا إذا قضى على الجميع، إلا إذا قضى على الجميع. هذه سنة الله في الوجود. وما وقع للمسلمين في الأندلس تدره هو أنهم لم يحرروا إسبانيا كلها،
بقي جزء من إسبانيا من أراضيها في أراضي الفيسبوك اللي هي في مناطق الشتاء وفي مناطق صعبة. فكرّأوا ذلك بعد سنين على المسلمين فأخرجوا المسلمين من الأندلس بعد أن تخلوا عن أدوات النصر. ولذلك قلت الله عز وجل يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ندخل آمنا فقط، لابد من الابتلاء أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول الله عز وجل منبها على سنن الله في الوجود وعلى نظامه المضطرد في الحياة. ولقد فتن الذين من قبلهم، لقد اختبر الله الساخرين، ولقد فتن الذين من قبلهم، لماذا ابتلى الله السابقين ليغربهم؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله عز وجل يقول في آية أخرى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. قرأوا التاريخ فكأن الله عز وجل يقول اقرأوا مصير الأمم السابقة، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، غاية البؤس، غاية الهداية، غاية العذاب، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، من شدة الأذى ومن شدة الضيق ومن شدة تكالب الأعداء، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ هكذا نقول اليوم: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ فيأتي الجواب من الله: ألا إن نصر الله قريب، في سورة البقرة. ألا إن نصر الله قريب، بشرط الأخذ بالأسباب وترك موانع النصر، ألا إن نصر الله قريب. لابد من الزلزلة، لابد من الابتلاء، لابد من التخويف، لابد من زعزعة المؤمن حتى يعلم منسوب الإيمان في قلبه. والله عز وجل يقول وهو يؤكد على سنة الابتلاء والاختبار: ولنبلونكم، في سورة البقرة أيضا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لا بد من الابتلاء. الابتلاء في ماذا؟ في الأمن، في الخوف، في الأمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف، والخوف ضد الأمن، والجوع ضد الشبع، ابتليك الله بالجوع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. لابد من قلة المال، والعالم مقبل على أزمات كثيرة كبيرة، وليس في هذا التخويف، وإنما في هذا نوع من الإيقاظ والاستعداد، وشيء ونقص من الأموال. والأنفس قلة الناس، أي كثرة القتل. قلة الناس معناه كثرة القتل، كثرة القتل من علامات الساعة. والأنفس والثمرات قلة في المؤونة، والعالم مقبل على مثل هذا في إقامة الأيام والأعوان، مقبل على قلة المؤونة وقلة الزرع وقلة الضرع، والعياذ بالله. هذا الكلام من الله تبارك وتعالى. لكنني أقول لكم عباد الله بعد هذا كله، أقول وأنبهكم وأنبه نفسي وأربط هذا بما يقع الآن، أنبهكم لأقول إن النصر وإن الفرج مع اشتداد الضيق. كلما اشتد الضيق كان ذلك علامة على قرب النصر، وهذه سنة الله جارية، سنة الله جارية في الوجود، أنه كلما ضاق الأمر اتسع، وكلما ضاق الأمر جاء الفرج، كلما ضاق الأمر جاء الاستدراج من الله تبارك وتعالى. الزفر لقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قيل في تفسيرها: حتى إذا استيأس الرسل، أي يئس الرسل، وهؤلاء الرسل حتى إذا جاءهم اليأس من عدم إيمان قومهم. هذا تفسير. وقيل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم، أي أن أقوالهم لم يهلكوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، سيدنا موسى، سيدنا نوح، جاءه النصر عندما استيأس من إيمان قومه، جاءه النصر من الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل:
وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء السماء مع ماء الأرض، فأغرق الله الكذب، وأغرق الله الفسق، وأغرق الله الظلم، وأغرق الله الجبروت والطواغيت، وانتصر سيدنا نوح ومن معه، لكن بعد الابتلاء والاختبار ألف سنة وهو يدعو قومه، والله عز وجل يختبرهم ويختبره ايضا، حتى اذا قال ربي اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. سيدنا موسى عندما اشتد به الامر يقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم، يظلمهم يصلبهم، يفعل بهم فرعون كما قال الله تعالى: ان فرعون علا في الارض وطغى وجعل اهلها شيعا، أي فرق الناس، وفي التفريق ضعف وضعف، وإذا أردت أن تنتصر فرق، وهذا ما يفعله الصهاينة اليوم، يفرقون لينتصروا، ويفرقون لماذا؟ حتى لا يقترب أحد من أحد، وهذه فلسفة فرعون، وقانون فرعون، وجعل أهلها شيعا طوائف لنجح أبناءهم، حتى إذا انتهى من طائفة رجع إلى طائفة، ثم رجع إلى طائفة، وهكذا الدور قادم. جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، ينجح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين، وهؤلاء الصهاينة فسدة كانوا من المفسدين. ولقد كتبنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، إنه كان من المفسدين. يقول الله عز وجل ماذا؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فجاء الأمر من الله عز وجل أن ادرج بعصاك البحر، فانفلق، فدخل سيدنا موسى فأغرق فرعون. فنجى الله سيدنا موسى في خلقه وفي ولادته وفي صباه بالماء في اليم، ونجاه في آخر مطافه بالماء في البحر. إنها سنة الله، ولكن لا بد من الابتلاء، سيأتي الفرج إن شاء الله عز وجل. ولنا في سنة رسول الله العبرة، ولا تيأسوا عباد الله، لا تيأسوا، وسأذكركم أمورا لا بد منها إن شاء الله عز وجل. لا تيأسوا، فإن لنا في رسول الله أسوة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة. وإذا أردتم أن تعرفوا ذلك فاقرأوا سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام وغزوة الأحزاب. هذه الغزوة غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق. تكالب اليهود من بني النضير، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد ألا يوالوا ولا ينصروا من يظلم محمد صلى الله عليه وسلم، كان عندهم المعاهدة العلمية أنهم ممنوع يعاونوا في واحد غير أهل الإسلام. فجاءوا إلى كفار قريش وتحالفوا معهم وتحالفت قبائل العرب بأن يستأصلوا الإسلام، وهذه الغاية، هذه الغاية أن يستأصلوا يقتنعوا جذور الإسلام، وهذه سنتهم قديمة تجلهم عن الجذور، هذه سنتهم دائما. فتحالفوا ليقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وليقضوا على المسلمين من الجذور والأصل. وقل ربنا تبارك وتعالى: اجتمع وأحاطوا بالذين قالوا صافي لأن أنا غريب محمد صلى الله عليه وسلم. كفار قريش معهم اليوم. يقول عز وجل ولخاطب المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. الصحابة استيأسوا يظهرون بأبصارهم الجنود والأحزاب تحيط بالمسلمين بالمدينة من فوق المدينة ومن أسفل المدينة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فجاء النصر من الله بعد ان ظن المسلمون انهم قد استرسلوا وابيدوا. هذه نهايتهم، هذا
هذه نهايته، فيأتي الفرج من الله، فيبصر النبي عليه الصلاة والسلام بجنود لا يعرفها الأعداء ولا يعرفها اليهود ولا يعرفها كفار قريش، جنود في الخفاء. أول جندي من جنود الله نصر الله به المسلمين هو الريح، فأثر الله عليه الريح، سخر الله الريح حكمة للمسلمين، ونحن نؤمن بقدرة الله وبنصر الله، حتى إذا استيأس الناس سيأتي الريح من عند الله، وأخذنا عليه ريحا واحد. ثم أمد الله المسلمين بجنود من الملائكة لا يراها الأعداء، إن الله يغار على خلقه، يغار على المسلمين، يعلم ما في قلوب المسلمين، ولا أخال ولا أشك بأن هذه الدعوات التي تخرج في المغرب وفي غير المغرب في بلاد الإسلام كلها، هذه الدعوات الصالحة وهذه الحناجر المنتهية المتضرعة إلى الله تبارك وتعالى، أن الله سيخبرنا، قد نكون مستضعف نعم، قد نكون ضعفاء نعم، قد يخبر بعضنا بعضا نعم، لكن الله عز وجل لن يتخلى عن عباده المؤمنين، لن تزال طائفة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين على الحق، ظاهرين على الحق، سينصر الله بهم ولهم وعلى أيديهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ونصر رسول الله بالريح، ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنود من الملائكة، كما نصره الله في غزوة بدر عندما كانوا قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة، لا قيمة لكم، لا حول لكم، لا ضعف لكم. من الذي نصر؟ الله. من الذي نصر؟ الله. فشدتك الإيمان رسخت في القلب والثقة راسخة، فجاء النصر من الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب، وأنا أرى اليوم الرعب يعم بلاد الصهاينة، يعمهم، يريدون الخروج إلى بلاد أخرى من شعبهم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه سنة الابتلاء ماضية في خلق الله، غفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد عباد الله، اريد ان انبه لكم وانبه نفسي على حقائق وان اتاملها جزاكم الله خيرا، لان المؤمن يختلف نظره باختلاف نظر الاخر، والاحداث الواقعه ننظر اليها باختلاف، فكلما ارتقى الايمان في مقام التعبد، كلما ارتقى الايمان في الانسان في مقام التعبد، مقام العلم، ينظر الى الامور نظرات اخرى بنظرات القران. اقول لكم ايها الاخوه الكرام، لما يقع اليوم في فلسطين يدفعنا الى التامل في انفسنا من جديد. اسمعوا جدا، نحن في لحظه ضعف حقيقه، نحن في لحظة تأخر حقيقة، هذه سنة الله، إذا أطلقت من يديك سنن الغلبة ولم تهيئ نفسك ولم تستعد فتكون ضعيفا، كنت مؤمنا وغير مؤمن، فالإيمان لا يكفي وحده، لا بد من قوله تعالى: وأعدوا لهم. لكن أيها الأحبة الكرام، هناك أمور هي التي جعلتنا ضعفاء، أذلة، متأخرين، هي موانع النصر. من الذي منعنا من النصر؟ جميعا جميعا، من هذه الأسباب؟ يجب أن نتأملها، فإذا فقهنا فإذا فهمناها أدركنا لماذا نحن ضعفاء ولماذا نحن متأخرين. فينا حرقة، فينا غيرة، فينا طاقة، لكن هناك أمور أخرى يجب أن نتفطن لها، نعيشها دون أن نشعر. نحن لا نشك في كل المسلمين في بقاع الأرض من غيرتهم وواقعهم وحبهم ونضالهم، لكن هناك أمور يجب أن نتفطن لها. أولا، من موانع النصر أيها الأحبة الكرام، ضياع الصلاة واتباع الشهوات. يقول ربنا تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف، كان المسلمون أقوياء، لماذا صاروا ضعفاء؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة
الذي أضعناه. أضعه كثير من شبابنا. وأنا أقول لك قبل أيام ناس مقتلون في محضة القتل وخفي روضي من جوه من زواجية غريبة جدا، مباركة عجيبة. واحد يقتل برصاصة، واحد يحيى ويسطح. أعطينا لكم، غربنا لكم، دينا لكم. مفارقة غريبة جدا يا أحبة الكرام. فخلص والمؤذن يؤذن للصلاة وأنا جالس في المقهى. أفتح فمي وأرفع صوتي جمال. لماذا يا أحبة الكرام؟ مفارقة الزواج بعيد النظر فيها، لنعلم أن الهزيمة هي من داخلنا. نعيشها ولا نستشعرها. نعيشها ولا نستشعرها. نعيشها ولا نستشعرها. اسمحوني على هذا الكلام، انما اريد من هذا تصحيح المفاهيم وتصحيح الموازين. ابدا بنفسك واسرتك حتى ننتصر، ونحن مهزومون من الداخل. وخلف من بعدهم خلف قضاءوا الصلاه واتبعوا الشهوات. قل لنفسك ايها المؤمن ايها الشاب، متى تصلي الصلاه في الجماعه؟ 24 نهار. كنت قريبا كبيرا 24 ساعه في النهار. كم نصلي في المسجد؟ هذا المانع الأول فسوف يلقون غيها. تقوم عز وجل في إسلام الآية فسوف يلقون ويلا وعذابا، لأنهم خانوا السلف، خانوا السابقين، ضيعوا الأمانة. هذا المانع الأول. المانع الثاني هو كثرة المعاصي والحسد الكرمية التي جعلتنا ضعفاء. وما خرج المسلمون من الأندلس إلا بالمعاصي، وما خرج المسلمون من سائر بقاع العالم الذي كانوا يحكمونه الا بالمعاصي، فكنا اخذنا بذنبه. يقول الله تبارك وتعالى: قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فمن ينصرني من الله ان عصيته. قفوا مع هذه الايه: فمن ينصرني من الله ان عصيته. ان عصيت الله من ينصرني؟ بعد ان كنت في رحمه واتاني الله الحق، إن كنت على بينة من ربي، أي على حق، على وضوح، على صراط المستقيم، على بينة، وأتاني رحمة، فعرفت الحق وعرفت الرحمة، ثم خالفت ذلك، ثم عصيت الله، ومن يقول إن الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تقصير، فما تزيدونني يا قوم إلا خسرانا، وإلا ضعفا وهوانا. ثم أيضا من الموانع، موانع النصر، هو الافتقار، وعدم الافتقار إلى الله. الناس تحس بأنها في جبروت استعلاء على بعضها، وننسى فقرنا إلى الله وضعفنا إلى الله، وننسى تبذلنا بين يدي الله عز وجل ومع بعضنا. كيف ننصر أيها الأحبة الكرام ونحن متفرقون متشاجرون، نقبل مع بعضنا، متحاقدون متحاسدون، حتى في الصف. دائما أقول هذا، حتى في الصف في الصلاة نتحاسد، نتضارب، نتشاجر، نتدابر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا من أدوات وموانع النصر وإدخال الهزيمة والضعف. إذا لم نتحد حتى في الصلاة كيف سنتحد أيها الأحبة الكرام؟ والله عز وجل يقول: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فبالي من الكثرة، فإن الكثرة هي القوة. فقد كان المسلمون يوم يومين أكثر من الطبيعي ومن قريش، ولكنهم خسروا. كانوا أكثر عددا ولكنهم خسروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يقول الله عز وجل: ولقد نصركم العدو. شوفوا الفرق. يوم حنين كانوا أقوياء فأعجبوا بالكثرة، ويوم بدر كانوا أخلة أو خلة فنصرهم الله. لماذا؟ لأنهم كانوا أذلة. التبذل بين يدي الله. كانوا يبيتون الليل ركعا سجدا، ركعا سجدا، قيام الليل، صلاة الفجر مع الجماعة. هذه وسائل القوة الروحية المعنوية الإيمانية. سلاح نعم، صواريخ نعم، لكن قوة الإيمان وقوة قيام الليل هي أقوى وأقوى أيها الأحبة الكرام. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. عباد الله، من موانع النصر هو الركون إلى الظالمين، الركون إلى أعداء الله، موالاة أعداء الله، الاطمئنان إليهم، قليدهم، اتباعهم. والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ف
فتمسككم النار. أكمل الآية: وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. موانع النصر: لا تنصرون، لا تنصرون. لماذا؟ لأنكم توالون الظلمة، توالون غير المسلمين. ولا تركنوا ولا تطمئنوا ولا توالوا ولا تعاهدوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فتمسككم النار في الآخرة وفي الدنيا وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونحن اليوم الآن في أغلب أحياننا نركن إليهم دون أن نشعر، حتى في الحياة اليومية نركن إليهم، نتبعوهم، نقلدوهم. وديما كنقول هذه الكلمة كنركز عليها، وسمحوا لي كنعاودها. الله علمك كيف دارتو، كنقلدوه بالمثل، علمك كيف تمشي، كنقلدوه بالمشي، علمك كيف تحلق، كنقلدوه بالحلاقة، علمك كيف تلبس. ما قدريتش عباد الله حتى نتخلوا على اللباس اللي هو ليس من الإسلام. جمالاً وجيهاً، اللباس اللي هو كيف أنتم ما قدريتش نتخلوا عليه من شدة التقليد من النصارى. هزيمة نفسية. هذه التي يجب أن نتحدث عنها عباد الله. ختاما أقول: إن مقومات النصر كثيرة، جمعها الله في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم صل المسلمين في كل مكان، اللهم صل المسلمين في كل مكان، اللهم انصروا على اعدائهم، اللهم اجعل الدائره على من يكيد للاسلام والمسلمين، اللهم اجعل الدائره على من يكيد للاسلام والمسلمين، اللهم يا واحد وحيد كلمه المسلمين، ويا كثير اذكر عيوب المسلمين، ويا غفار اغفر ذنوب المسلمين، ويا قهار اقهر اعداءنا واعداء المسلمين، ويا قهار اقهر الصهاينه واقهر اعداء المسلمين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم صل المجاهدين والمسلمين في فلسطين، اللهم صلهم في الارض المقدسه التي باركت فيها، اللهم صلهم في الارض المقدسه التي باركت فيها وباركت حولها وجعلتها قبله للمسلمين وقبله لرسول الله. اللهم اعد القدس الشريف الى المسلمين ردا جميلا. اللهم ان المسلمين يقتلون في بقاع الارض كلها، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين الظالمين المعتدين. اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وقد قلت في كتابك الكريم: انصروا الله ينصركم. اللهم اجعلنا ممن ينصر سنتك وينصر دينك وينصر كتابك وينصر نبيك وينصر المسلمين في كل مكان. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بذنوب السفهاء منا، اللهم اننا ضعفاء فقونا، اللهم اننا ضعفاء فقونا، واننا مكسورون فاجبر كسرنا، واننا مفرقون فاجمع سرنا، واننا مفرقون فاجمع سرنا. اللهم لا حيلة لنا الا الدعاء، وان الدعاء هو العبادة. اللهم استجب دعاءنا، وقد قلت في كتابك الكريم: ادعوني استجب لكم. وقلت في كتابك الكريم: واذا سألك عبادي عني فاني قريب، اجيب دعوة الداعي اذا دعان. اللهم استجب دعاءنا في حق المسلمين، في حق اخواننا المسلمين، في بلاد فلسطين وغزة. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اجلس باسك وغضبك على كل ظالم ومعتدي. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واجعل كلمة الاسلام هي العليا، وكلمة الكفر هي السفلى، وكلمة الكفر هي السفلى. اللهم اجعل الايام لنا في قادم الايام، اللهم اجعل النصر لنا في قادم الايام، واجعلنا ممن ياخذ بادوات النصر، وارزقنا بر الوالدين، واهد شبابنا، واهد شبابنا، اللهم رد لشبابنا الى دينك ردا جميلا. هي المرحلة التي نعود بها إلى ديننا، اللهم إن هذه هي اللحظة التي نعود بها إلى ديننا أفواجا، وإلى ملء المساجد أفواجا، وإلى قيام الليل أفواجا، وإلى قراءة القرآن أفواجا. اللهم اجعلنا نعود إليك أفواجا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كل من يريد دعاء اللهم حقق رجاءه، كل من يريد خيرا اللهم عجله بالخير، يريد ولدا اللهم عجله بالولد، يريد زواجا اللهم ارزقه الزوجه الصالحه. اللهم صل على المؤمنين محمد بفضل فضلك عز الاسلام والمسلمين، وادعي لرايه الاسلام والدين، اللهم وفقه لعمل الخير وخير العمل، وكلم جهوده بالخير والبركه والاحسان، واجعله رؤوف رحيم بشعبه ووطنه، واجعل الامن رافعا
حيث ما حل وارتحل عموما في ولي عز وجل ذات الحسنة ثم لا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق وأكن من الصالحين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الله لمن حمده. Thank you.